السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ اموركم مزيانه؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم واحد الاكله عجيبه زوينه عجيبة بزاف، بدات السلام بالصا عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا في الصحه الجيده ان شاء الله، تكونوا بخير وعلى خير. المهم هاد الربيع ولا الفصا ولا الفصا، الفصا المهم هي ديال الجنان، راه كلشي راه معروفه ها الحقيقه، تاكلوها البقر ولكن تنشوفها معاهم، تدير في بده، تدير في البلبوله، تدير بحال الخبيزه، راه معروفه، راه عرفها، تعرفها اكثر الشباب تعرفوها. ها هي تبارك الله، راه خضراء وطريه. ها انتم، ها 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 تكلم، ها شبعات الماء، كتقرب بحال هكا. مشيت للجنان في هاد العشية ولقيتها عجبتني، قلت ندير شوية بدات، دابا شوية بدات إن شاء الله نشوفكم معكم، ما بقاش كاع الحركة نشوفكم معكم، ولكن ما عيد زين بتعجيب نشوفكم معكم المشاهدين والسلام وصافي. ها انتم، ها ممكن تحيدوا منها أي حاجة، ها هي ديالها، ها داكشي ديالها اللي فيها، أزلتها كاملها، ما فيها والو. دابا تشعل الداخلية، ها تشدها، تنقطع فيك، وعاد تنقلب النص، ها انتم، تقطع بحال الكزبور ولا؟ هي مخصهاش تحط بزاف، غادي بحال الكزبور، متبقاش باين المهم، مش باين، حيت هي طرية، شوف خديها زعما تقطعها راه طيب وزوينة، راه الماكلة ودواء البنات، الماكلة ودواء، راه هي مزيانة اللبن مزيان والسكر مزيان والطاس مزيان أي حاجة. ها يا ولد تبارك الله، راه يا تبارك الله، بغيت تحط العشوار ولكن مش عارف العشوار دايها، العشوار بغيت نكسب، بغيت نقطع العشوار، لا تقطع العشوار ولكن لا ما بغيتش تقطعها بيديا باش تزيد. ها يعني ما كتبقى غدا شويه، طالما كاين اللي تيهز هذا البنات، دابا اللي فيها السكر ولا البروديه تيدير في الماء طيب، تيهزها هي والماء ديالها ويديرها في البانيو مع شويه الملحه ويسوي رجليهم، رجليهم واحد ربع ساعه ولا نص ساعه، مزيان البروديه مزيان كلشي، هذه اللي ما تكاينش بزاف ديال الفوائد ان شاء الله. ها لا واش تقطع بيديها، واش نورها بيديها كما درتيها بيديها، نقطعها نقطعها نص ونولي نلاقيها بحال هكا نقطعها. ها انتم، ها كل بدا بغيت ندير الخبيزه، ندير الخبيزه، ندير هاد السلق ونسقيها وندير هاد الشوميله، ندير الخبيزه هي الفوائد ديالها راه احسن من الخبيزه. صافي 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 صافي. هاد الكاين تاخذ هاد كاين الحراس ولا هادشي شي حاجة، هاد الحاجة قبيلة تقلبها في الماء، إلا فيها الماء كيما كتشري 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 حصاد وصافي. المهم البنات خليكم معايا ونرجع معاكم باش تشوفوا كيف غادي نقادوها. المهم البنات من بعد ما نقينا الفصا وقربناها وغسلناها كما كتشوفوا هي، يعني كنتاكدوا بلي ما بقاش فيها حتى شي حاجه، دابا غادي نمشيو باش نديروا بدات.
كيف تشوفوا معايا هنا نحتاجوا بعد تقريبا تقريبا كيلو كيلو ربع هكاك غنحتاجوا بصله مشطه يعني شويه بشويه غنحتاجوا مطيشه انا غندير غير هذه تقدروا نتوما تحكوها الا بغيتوا غادي نديروا القزبر والمعدنوس وصافي غنحتاجوا المهم بعد تزيد عود العطيه العطيه نطبخ حاجه غادي نديرها معاكم صافي نديرها معايا باش بدلنا البرمه ديال فيها الماء كيغلى هاي دابا نقول لكم كيما يدير الماء عندنا كدا بغيتي غير عيد شويه راه هي راه يعني استطلق الماء ديالها ديجا كثيره بسم الله ها انت مشتوله قطعناها وصلناها تصبرات هادي هي تبقيش كابوما صافي دابا مباشره دابا بالصلاه كنتو بالصلاه كنت ما عنديش صلاه طريه حيت ما خرجش يعني هاد الصلاه طريه ولكن ما خرجش ما فيش تبدا عاد تحاول نحطها ونديرها دابا بقى طريه شنو ندير الملحه لحسن الدق هذا هو القياس يلا نعيط الصغيره ونسمعها كثيره بزار يا الخرقوم قبل العود صافي قبل العود صافي شي صافي المهم انتما زيد العود كتحرك داكشي كامل اشياء صحي باقي لي ماما لا والو واش صحي صافي دابا حيت الصقيه باقي صغيره خلاص دابا بسم الله كاين اللي انا ما درتش زي ولكن كاين اللي يدير زي الخف ها شفت العود بسم الله بسم الله هذا الطحين ديال البرا بدا دابا نعاود ما كتاش كتفهم دابا نسكتو اجي تديش تسعي يمشي مع ان شاء الله اجي تديش غادي نشوف معكم ماشي بدات ها بزيت تدخل الطحين اللي بغا يديرها اللي يخف يتصور ليه ولا يديرها بسم الله ديال الماء سمحوا لي هذيك السوجيال ديك النهار اللي تشوف الحوايج راه كنت صورت الفتيل كنت صور ولكن الفيديو ما طلعش لينا ما طلعش زين ما عطاش صوتها هذا مشكل ما بقاش اللي غادي ليكم راه من اللي ديك السوجيال الطحين تلفتلو اللي صورت ولكن ما المهم ما جاش غادي نعاودوا معكم ان شاء الله شي فيديو غادي نوريكم عشان كيفاش كتخدموا بالفتيله هذا هنا طب ندير لها هذا الصوره على صدق هاو دابا اللي كنتي تبدل لونها باش ما تشوفش شي شويه تشوف هو تبدل لونها هاو تعالى غادي ديالو دابا راه ديالو غادي تبدل بقاش كيما كان الحمد لله غنخرج بغربال واخا ما فيهش بزاف سميتو غنخرج باش كيتشكل ها هو كيبدا غربا ديال الكسو لا شي تندوز بغربا ها لقيتو كيمشي كلشي ها هو موجود ان شاء الله بغربا تتغلى صافي المهم البنات دابا غادي نخليوه يفور على خاطرو بما ني تلفصات تاع على خاطرها غادي نشطيه دابا اذا ضفتيه دابا غتجمع ليا الماء اذا حتى يفور طيفو مزيان باش تيدخل الماء غادي نتفرش غادي نشطيه دابا هيا صافي المهم البنات غادي نخليك كما تيكون البرمه ديالنا تيفور بعد ثلاث ايام حتى شويه نصطا وديك الساعه نطلع معكم للدوره الثانيه والاخيره ان شاء الله باش نشوفوا كيفاش جات ديك الساعه نشوفوا كيفاش غادي نبدا نخليك معايا المهم انا رجعت معكم خوات هادشي دابا غادي نحيدو بعد داز المره الثانيه التفوار الثانيه والاخيره هاك
البسطه هي كتطيب. مطيشه هاي جربات الماء بالنسبة للبداس. بسم الله يا غير لقيت الماء ماشي بزاف هاد القطعة باش ما يجيني معجن. ما تكثروش الماء في الاول غير واحد شويه ماشي يعني انتما شفتوني ها خاطر ندير ليه هكا غادي تحل سخونه الناس ما نديرش الماء بزاف ماشي بحال السكسو باش ما يتعجنو طيح الا سقيتيه باقي غيتسقى وغادي يجمر فوق المجمر ولا فوق البطانيت اللي عنده مجمر جمر فوق المجمر. انا اليوم ما شعلتش ما عنديش الوقت باش نشعل العواد ها ما محتاجش للغربه لا حتى شي حاجه هذا راه ماشي ديال اللي تتباع في الحوانت راه الضراط حنتو الضراط حنتو في الطاحونه صافي بارك عليها صوحت شويه د الزيت الملح درناه في الاول كيما شفتوا دوك شي باش ما نديروهاش دابا صافي صافي دابا غادي نخليه واحد شويه غير شويه نزيد شويه المرمر البرمه وغادي نرفدو ونرفدو توا تيبغي الما الى غادي تسقى تيبغي الما. المهم الناس انا جيت معاكم تفضلوا بعد ما قدينا بعد التفوره الثانيه والاخيره يعني درنا الزيت وكلشي غادي نديرو دابا يتفور واخا ما فيهاش ما بزاف ما دارش ليا بزاف هو قطيت الماء ديالو ماشي بزاف طحي. المهم خليكم معايا دابا من بعد ما غادي تشوف غادي نصاوبو في طبق التقديم غتشوفو كيفاش غادي نجمرو وكيفاش غادي نوجدوه خليت معايا باش نمشيو فين طبق خضرا لازم نلقى هانتو ماشي هيتكم اذا تحمصو صفرية حيت باقي سكسو هادي غابات زعما بدا لي واش كسرى واش كسرى يا مجنعه لو فاش الله هادي ما جاتش بيقف على بكم ربع علمنا وعلى الموسم الجناين انتم ما تيكسر ما تكش حاجه كيما تيدير المكسس اسبي غاز ديال الماء نحاول ما نهزش هذا بصح فيت مصيرهم فيك يا خي اتجمع ها انتما بشيت سجل فيها
دابا ما درتش الصلصه الهزال ما تيتسقى هو كيشرب الماء حيت هاد البصل ما يتسقاش ليا مزيان غيبقى الوسط عندي ودابا غنحط البصل بسم الله في الحرارة هذا الدرجة في السوق ناكلو ناكلو معاهم في الحرارة هذا كامل في الحرارة دابا غنقد لكم يعني هو تاك سجوا كتبداو شي دابو نجيو شي ديال السيت البلدية هذا باش نضمرها ما بعدا بغيت ندير شي حاجه الا ما شفتها معكم ماشي كلشي ماشي نشوف معكم كلشي ولكن الحاجه اللي عرفتها غتستافدوا منها واستافدوا منها بلاتي هما نديرها معكم ربي يوسع عليك الله الوالدين واحد اللايك الى جات على خاطركم عاونوا زين بلاطن ديال الوالدين عاونوا زين هذه هي هنا هذا قناه فاش ترجع ان شاء الله اذا كليتيها كاع فاش نكليتيها عرفت كليتي واحد الحاجه صحيه فاش مخصنا فاش بغيتي كلشي لاباس طوجي ميطبخ ها هو تجمع دابا غير واحد 10 دقائق يتجمر 10 دقائق وما يقول لكم شحال المسك صافي المهم هاد البلاصه هادا غادي نديرو ليها نفس الحاجه نفس الطريقه هكذا كنشكل النهائي ديال هذا ديال الطاجين ديال الجديد دازت ندير لك الجديد ان شاء الله غتغدا هذا اللي سكينه دابا هذا غنخليه حتى العشاء ولا غادي نغدا ان شاء الله ندير لك الثلاجه ديما دابا دازت اللي دابا زيد واحد الطاجين بحال هكا خليها لي الثلاجه هو اللي زويته هو حتى ياكل عاود ثاني تزيد الزيت المهم الناس حتى كنشكل النهائي ديال البدله ديالنا نتمنى لكم استفدتم من هذا الفيديو يكون يعجبكم ان شاء الله ما تنساوش واحد اللايك ولا ما تابوناش يتابوناو وتفعلوا زر الجرس باش تشوفوا كل جديد تهلاو ليا فراسكم والسلام عليكم.